على فكرة إذا ما عندك سيارة زي هاي فأنت يومك تقريبا خربان. ليش؟ لأنه السيارة جزء من يومك، بتتحرك فيها، بتروح فيها مشاويرك. هاي السيارة هي الإشي اللي حيحلي يومك عن جد. لوتوس إيفورا جي تي 2021. شو بتشوف باللوتوس من ورا؟ أول إشي بتشوف كلمة لوتوس، السيارة اللي هي إيفورا جي تي، بتشوف الديفيوزر اللي بيهبل قديه حلو، الإكزاست اللي موجود بالنص عن جد مش بس محسسك إنها رياضية، السيارة عن جد رياضية. الأنجن تبع السيارة هي ميد أنجن، فبشوفه من هون، وحتى إذا بفتح الصندوق بقدر أشوفه. شو يعني بشوف محرك السيارة من هون؟ يعني إذا برفع هاد بشوف الصندوق وبشوف قدامه محرك السيارة اللي هو 3500 سي سي سوبر تشارج. صوت سوبر تشارج وانت سايق بخوف. وإشي تاني كتير حلو، شايفين هاي الويست جيت، وانت سايق على المراي بس تعمل داون شيفت او تدعس بنزين بتشوف الويست جيت. طبعا البريكس ادائهم فيش مجال حدا يجامل فيه، الديسكس الاماميه والخلفيه مهويين، جنط السياره 20، وفوق كل هذا حاطين عليه ميشلن بايلوت سبورت كاب 2 عشان موضوع الجريب. هذا الكاوتشوك بيساعد كتير في الجريب على الحلبة. موضوع تاني انك بتقدر تاخذ هاي السياره، هذا خيار موجود عندك، هاي والسقف كاربون فايبر كامل. فتحات الهواء الموجودين في السياره كلهم حقيقيين، ولكن هاي بالنسبه لي احلى واحده لسببين. الاول انها كاربون فايبر، والثاني انه السياره اللي وراك وهي ماشي عم تتطلع عليك شايف العجل. شو الفائده من هاي الفتحه؟ تبريد هواء البريكس، الهواء السخن تاع البريكس بيطلع من هون، وبالاضافه للداون فورس. حكيت يا جماعه الناس جد اشتغلوا على الايروداينامكس في هاي السياره. مش انا اللي كتير طويل، السياره اللي كتير واطيه. ليه هذا الحكي؟ لموضوع الداون فورس كمان مره والايروداينامكس. السياره فيها فتحات هون وهون، كله عشان الاير فلو يدخل، يمشي في السياره على جنب، يدخل في الدخلات الثانيه، يبرد المحرك ويطلع من ورا السياره. مكانين فيهم كاربون فايبر بخوف قد ايه حلو. الاول المرش تبع الباب والكرسي. بس شوفوا يا جماعه المنظر، لوتس 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 لوتس، يا الله يا الله، كثير علي، انا كثير علي هاي السياره، انا مش مصدق حلاوه هاي السياره. كل الناس اللي بيعرفوني وشو بحب سيارات بيعرفوا انه انا شخص بحب السيارات اللي عن جد حقيقيه، وسياره مش سياره بغض النظر عن الاحصنه. يعني انا بشتري هاي السياره ب 416 حصان، احسن لي انا شخصيا كباسل من سياره فيها 700 و800 و900 حصان. ليه؟ لانه السياره حقيقيه كثير، زياده حقيقيه، عن جد مش قادر اوقف انبساط. اول شيء انا مكيف انه الصوت مزعج، انا اسف الصوت مزعج ولكن انا كثير مبسوط عليه. طبعا في كبسه اكزوست في السياره تعليم توطي هلا بنحكي عنها، ولكن شو المحرك الموجود على هاي السياره؟ هو مش محرك، هو محرك السياره ميد انجن، فالمحرك موجود وراي هون. المحرك عليها 3500 سي سي سوبر تشارجد. سوبر تشارجد، اذا بدكم اسمعكم صوت السوبر تشارج قبل ما نكمل، لانه جد 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 مش عادي قد ايه حلو. هاي ان هيك بسمعكم صوت السوبر تشارج. مش عادي صوت، يا خبط خبط صوت. هلا هيك تسمع صوتها بدون صوت، هيك تسمع صوت كامل مش بس صوت السوبر. طيب 3500 سي سي سوبر تشارج، خلينا نرجع دقيقة. ثلاثة آلاف وخمسمائة سي سي سوبر تشارج السيارة، يما الأداء. قبل كل هذا السيارة حقيقية يا جماعة، والله فيها شعور صعب إنك تأخذه من سيارات تانية. كثير سيارات تانية يمكن في أحسن أعلى من هيك، صعب تأخذ هذا الشعور، وأنا مسؤول عني عم بحكيه، صعب جدا 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 تأخذ هذا الشعور من أي سيارة. مبدئيا السيارة دفع خلفي، فهذا موضوع لسه أحلى وأحلى. أنا دفع خلفي، السيارة البريكس تبعونها، الأداء تبعهم بخوف، الديسكس مهويين اللي قدام واللي ورا،
فالسيارة من ناحية البريكنج برضو الأداء تبعها بخوف. فتحات التهوية اللي فيها من برا حكيت عنهم منظرهم بهبل، ما في أشياء فيك وعلى الكب كله يستخدم بالسيارة، منظر السيارة من بعيد قاتل قاتل، الداون فورس في السيارة قاتل، الايروداينامكس بتخوف. كلكم كله كله كلكم والهاندلينج تبع هاي السيارة أنا برأيي الشخصي والمتواضع إنه فيكم وفي عالم تاني تماماً تماماً. كان في شيء اسمه إيفورا اللي هي إيفورا 400 اللي هي 400 حصان، بعدين نزل الإيفورا جي تي. الإيفورا جي تي هاي هي أقوى من الإيفورا هديك ب 16 حصان، صار عليها تخفيف وزن، صار عليها شوية تعديل، السيارة وصلت 16 حصان أكثر، ولكن بحبها. السيارة صار لها موجودة 10 سنين، هاي آخر فترة عم نشوف فيها هاي السيارة، فلو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا اشتروها. لو أول مرة بحكي اشتريها يا زلمة، ما تموت هاي السيارة، ما بصير تموت. شوف الألكانتارا، شوف أداء الجير، شوف البادل شيفترز، هاي هاي نار هيك نرجع أول طلع. طبعا جير السيارة أربع كبسات بسيطين، في كاميرا عندي لأنه السيارة واطية كتير، فبدون كاميرا صعب إنك تتعامل معها. الستيرينج يا جماعة تقيل، يعني محسسني بإني عم بسوق سبورتس كار 100%، محسسني إني عم بسوق سبورتس كار. هاي سيارة تحكي عنها سبورتس كار، سيارة رياضية، هاي سيارة تحكي عنها سيارة تنزل على الحلبة، تراك أورينتد سيارة إذا بتنزل فيها على الحلبة. يعني أنا هون ومش مستحمل الحلاوة على الحلبة، شو ممكن مش طبيعية، بس بدي أدعس دعسة بسيطة، إشي بسيط يعني بسيط بس. شو هذا؟ شو إيش الحلاوة هاي؟ إيش الحلاوة هاي؟ داون شيفت طبعا، الجير مصحصح معاك، الهاندلينج تبع السيارة أكثر من منيح، يعني ما بدي أحكي عن منيح، هو أكثر من منيح. أنا إذا رح أضل أدعس مش هعرف أحكي معاكم، فرح أرجعها على الأوتوماتيك. طبعاً عندي بادل شيفترز عم بتحكم بالسيارة. خليني شو أحكي عن السيارة من جوا. السيارة من جوا طبعاً مش سيارة رح تكون أنت مرتاح وأنت عم بتسوقها طول الوقت، لأنها سيارة رياضية، سيارة واطية، مش سيارة العملية لكل يوم. ولكن أنا كشخص مستعد أسوق هيك سيارة طول حياتي، ولا أسوق سيارة عملية كثير. أنا من الناس اللي مستعد أتغلب اليوم الصبح بالليل بالسيارة. سيارة ممتعة إلى حد لا يوصف، بس تركب بالسيارة من جوا بتحس قديه أنت بسيارة رياضية لسه أكتر وأكتر من العادي. حشيل الريس مود هيك، السيارة وطينا صوت الإكزوست فيها، هيك السيارة أمورها تمام بأروق طريقة ممكنة. فهيك أنت إذا سايق مش عم بتدور على إنك تدعس وعلى قوة، أمورك هلأ أكتر من منيحة. السيارة مساحة تخزين ما فيها كتير، السيارة أنا شخصياً ما بديش أخزن فيها ولا شيء، يعني هو بكفي الشعور اللي بتعطيك إياه. من جوا في عندي هذه السكرين، هاي تاتش سكرين، هاي السكرين عليها أبل كار بلاي عشان تكونوا عارفين يا جماعة، وأندرويد أوتو، فأنت بتقدر تشبك موبايلك هون ما بتطلع عليه. هذا إشي مش كثير بنلاقيه بالسيارات الرياضية بالعادة يعني، لأنه ولكن هم حاولوا إنه يعملوا تطوير في هاي السيارة مع إنه صار لها 10 سنين في السوق، ولكن ما بحياتي توقعتها بهالحلاوة صدقاً. بشوف السيارة وبنهبل بشكلها دائما، ولكن ما توقعت هالقد أغرم بهاي السيارة. أنا جد مغرم فيها، يا الله شو بحبها، يا الله يا الله كمية الكربون فايبر اللي موجودة فيها. هاي وهي مش الكربون فايبر باك اللي معي، لسه في واحدة بيجي فيها كربون فايبر أكثر، على هاي هون في كربون فايبر، في عندي شوية قطع في عليهم كربون فايبر، ولكن هديك الكربون فايبر باك السقف تبعها بيجي كربون، من قدام القطع اللي هون سودا كربون، من ورا عندي سبويلر كله كربون. السيارة متعوب عليها من ناحية ايروديناميك بهبل بهبل بهبل، متعوب عليها. الستيرينج الماتيريالز المستخدمة واضح جدا انها سيارة بريطانية، مستخدمين فيها ماتيريالز عسل. يعني عندي الالكانترا هون،
عندي الالكانترا هون، الكانترا اغلبيه السياره الكانترا وكربون فايبر، عندي البيانو بلاك، يعني مستخدمين مواد محسسيني في اهميه السياره. من هون بتحكم بالكلايمت كنترول، فهذول منظرهم حلو وطريقتهم اصلا رياضيه. مصفوف السياره صف. هاي السياره عم بلعبوا فيها على الريشيو بين الوزن والقوه. ليش؟ لانه هاي واحده من الاشياء اللي بتخلي هاي السيارات على الحلبه. لهذا السبب حكيت قبل شوي انه ممكن تكون سياره 500 او 600 حصان اقوى منها، ولكن على الحلبه هاي راح تكون اقوى، على الحلبه هاي راح تجيب ارقام اسرع. ليه؟ لانه السياره وزنها خفيف جدا جدا جدا. يا جماعه السياره تقريبا 1250 كيلو. عارفين الوزن قديش قليل على محرك 3500 سي سي وسوبر تشارج. مجنونه مجنونه، مستغلين مساحات السياره اجريسيف دفشه، وانا فيها ما بدي انزل. اول شيء في شغله حلوه كثير، من هون بقدر اشوف الويست جيت، فهذا شيء حلو، المنظر حلو كثير من عندي. تحديدا بس اعمل داون شيفت بشوف المنظر، جد بتشوف كل شيء بيتحرك، كل شيء بتشوفه بيتحرك من الموتور، لانه من الفتحه اللي انت شايف فيها الشارع بالمرايه الوسطيه برضو انت شايف محرك السياره. السياره الشاصي تبعها ثابت جامد جدا 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 على الارض. طبعا السياره فيها المود العادي اللي انا هلا سايق عليه، اللي هو ممكن نعتبره الكومفورت مود. السياره فيها السبورت مود، فيها الريس مود، على الريس مود بفصل تراكشن كنترول. السياره فيها تدفئه كراسي، والسياره فيها فتحه للاكزوست، الباتر فلايز تبع الاكزوست بيفتحوا وبصير صوتها كثير عالي. الاكزوست موجود بالنص بالسياره، سقف السياره برضه الكانترا. السياره يا جماعه فيها شيء حلو، فيها شخصيه، يعني هي لها بيرسوناليتي لحالها منفصله. في كثير سيارات تركبها تكون سريعة وحلوة وقوية، ولكن عارف انه هاي السيارة بتشبه السيارة الفلانية، هاي السيارة بتشبه حدا. أنا دائما بحكي عن البورشة ما بتشبه حدا، على الرينج روفر ما بتشبه حدا، اليوم اللوتس انضمت لهي الليست. اللوتس ما بتشبه حدا. طبعا السيارة واطية كثير على الأرض، يعني أنا كثير وضعي واطي على الأرض، السيارة من هون هذول كلهم ضيقين، ولكن لحتى يعطيك الشعور الرياضي أكثر، ولأنه السيارة أورينتد للحلبة، فكروا كلهم تخفيف الوزن بالأيرودينامكس 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 بالأيرودينامكس. عندي هون العدادات لساتهم حقيقيين، بموت فيهم لما يكونوا حقيقيين هالقد. الهاند بريك، الهاند بريك لسه بايدي يا جماعه، لسه في هاند بريك بايدي، راح يروح هذا الشيء، ولكن انا شخصيا كثير حابه بدي استغله لاكثر فتره ممكنه. السياره تحط المفتاح عشان تشغلها، ولكن تكبس ستارت انجن بوتن من هون لحتى تشتغل وتطفيها من هون. فبرضه السياره بتعرفوا في كلمه بتعبر عن هاي السياره، هارد كور. السياره جامدة جامدة جامدة، أنا جد مش قادر أحكي ومش عم بقدر أطلع الحكي كله قد ما أنا مبسوط من هاي السيارة. يا الله يا الله يا الله يا طبعاً جير السيارة ست غيارات، بستجيب يعني برد عليك محترم محترم جدا. مش عارف احكي مش عارف احكي قد ايه حلوه، مش عارف احكي قد ايه حلوه السياره. خايف اظلمها اذا بحكي، فهمتوا؟ يعني هاندلنج ما ابيه، ما في مزح ما في مزح ما في مزح ما في مزح بالمره. جامدة جامدة جامدة، بموت عليها، بحبها حب ما متخلف. ايه الصوت، طبعا حمي الاكزوست هلا لانه عم بدعس في السيارة، فصوت السيارة صار اعلى، صوت السيارة صار عم بسمع الضربات من ورا. على فكرة السيارة في منها جير عادي يا جماعة، يعني بتقدر انك تشتري هاي السيارة بالجير العادي. ضروري يا جماعة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تاعت سترايب ميدل ايست على اليوتيوب هلا لحتى تحضروا هاي الحلقة وحلقات ثانية كثيرة. وانا باسل المفرج، وهذا سترايب.